يا صباح الخير والأنوار والسعادة والتفاؤل. اليوم ما عندي شغل أنا، اليوم عنا الثلاثة، وبس عندي شغل كتير في البيت. بس شغل البيت حلو، يعني ما عندي تنظيف الحمد لله، بس عندي ديكورات بدي اليوم أحاول. شريت امبارح أشياء لغرفة الغسيل. أنا في عندي صوت الطيارات، معلش. أنا عندي عادة إنه إذا بدي أبدأ أرتب مكان وأظبطه بروح بشتري له ديكورات، فبتخيله وهو في أحلى حالة بعد الديكورات والتظبيط، فبروح بشتري الديكورات وبحطها على جنب، وبعدين ببدأ أنظف وأمسح وأظبط وأبدأ ألاقي مكان للديكورات وأحطها وأتخيله وأغير ويعني أظبط المكان كله. فامبارح والله بالصدفة أنا رايحة على والمارت أجيب شوية أغراض وأكل إلنا والصبايا اللي في أمريكا واللي في كندا، وعندكم والمارت عندهم في القسم اللي فيه أغراض اللاندري عندهم سلات وأشياء بتجنن، أنا كتير حبيتها. إذا بدكم تروحوا تجيبوها بعدها موجودة، وهي نزلت جديد، لأنه أنا رحت على والمارت قبل الأسبوع اللي فات تقريبا وما كانت هاي الأشياء موجودة، بس كتير شفتها على تيك توك، والبنات اللي في تيك توك بيقولوا إنهم جايبينها من مايكلز. لما رحت على مايكلز لقيت العلبة الصغيرة ب$24 والباسكت الكبيرة ب$53، يعني أسعار مبالغ فيها، بس بيقولوا كمان مايكلز، هاني قاعدة بتحفر، فبيقولوا كمان مايكلز إنه دايما بيعملوا 40% ديسكاونت والأشياء هاي، بس لسه سعرها غالي. في وول مارت موجودة ورخيصة وأحلى أحلى بكتير من تعون مايكلز. شايفين إنه صوتي هيك لسه بعده مش مظبوط ومش حاطة مكياج غير بس والله روج وبس، لأنه خلص ناوية اليوم أقعد في البيت أظبط غرفة الغسيل وصاحية توني والله صاحية من النوم، فمعلش اعذروني. الجو عنا بجنن، حلو حلو حلو. خليني ألف الكاميرا الناحية الثانية أفرجيكم كيف الشمس. مش كتير حامية بس الدنيا بدري الصبح، يعني كنا أنا هلأ لسه راحت على المدرسة، بس الجو كتير حلو براد، بس لما تطلع بعد شوي الشمس وتنزل وتحمى بصير كتير حر عنا، بس هلأ بجنن بجنن الجو. فليش يا بنات أنا استعجلت في الفيديو هذا؟ لأنه بدي إياكم عن جد اللي موجودين هون في أمريكا أو في كندا روحوا جيبوا هالباسكتس، هدول رخاص كتير، لأنه أنا شفتهم كتير ومن زمان وأنا نفسي فيهم، بس زي ما قلت لكم في مايكلز غاليين، واللي في مايكلز لونهم أبيض وأسود يعني شوي هيك بايخين، بس اللي نازلين في والمارت لونهم على لون الكريمي الفاتح الحليبي هذا، حتى أفتح شوي من الأوف وايت، والكتابة المكتوبة عليه باللون الجراي والرصاص الحلو هيك. فأنا الثيم اللي فكرت فيه لغرفة الغسيل، وعلى فكرة أنا كل غرفة من غرف البيت بفكر لها في ثيم قبل لا أبدأ أعمل الديكورات تبعتها، والثيم هو يعني الفكرة العامة، يعني ما بروح أجيب ديكورات وبس أحطها هيك بشكل عشوائي، لا بيكون عندي فكرة وبحاول أوصل لها وبعمل بحث. الفكرة تبعتي تبع لغرفة الغسيل هي الريف الفرنسي، فخلص بحط في بالي الريف الفرنسي وببدأ أدور في بينترست وكمان على اليوتيوب وببدأ أستوحي الشكل العام للغرفة كيف بده يكون شكلها. فخليني أفرجيكم الأغراض اللي جبتها لغرفة الغسيل وأفرجيكم كيف أنا يعني فكرتي، وبعدين بعد ما أخلصها رح أفرجيكم النتيجة النهائية ووين أوصل. بس أنا مهتمة كتير أن بدي أفرجيكم الأغراض عشان تلحقوا تروحوا تجيبوهم، لأنه عن جد رح يخلصوا بسرعة. فإذا أنتوا بعدكم يعني خلصتوا غرفة الغسيل وبدكم تعيدوا ديكوراتها، أو بعدكم ما عملتوا ديكورات لغرفة الغسيل، هاي
فرصة انكم تجيبوا هالقطع هاي صغيرة وحلوة بس تعمل فرق كبير في الشكل. هاي هي السلات يا بنات اللي بحكي لكم عنها. شوفوا السلة صغيرة هاي في مايكلز ب$25، في وال مارت ب$6، والسلة هاي اللي بتحطوا فيها ال بتعرفوا هدول ال الواشنج بادز زي التايد بادز والنوع الصابون اللي انتوا بتستخدموه. افرجيكم انا هذا الصابون اللي بستخدمه، فبدل شوفوا بدل ما يكون شكل الكيس هيك شكله بشع محطوط على رف الغسيل غرفة الغسيل. شوفوا حطي بتاخذي هدول البادز تاعون الغسيل بيجي شكلهم مثل هيك و بتحطيهم في هاي، او في البنات اللي بيستخدموا الصابون الغسيل البودرة كمان تقدري تحطي علبة صابون الغسيل البودرة في العلبة هاي وبتحطي معها مكيال. وشوفوا ما احلى شكلها، شوفوا كيف الايد الخشب تبعتها والكتابة ومكتوب عليها اللاندري تحت، بتجنن عن جد، انا كتير حبيتها. والسلة الثانية اللي هي يعني المنظفات اللي بتيجي في ازايز هيك، فانا شايفين لانه قلت لكم الفكرة تبعتي انها تكون الريف الفرنسي، فانا بدي احط فيها هيك ورود او مش عارفه يعني لسه. شوفوا انا الفكره قاعده يعني لسه في مخي، ما بعرف كيف راح اضلني اغير واسوي لما اوصل للنتيجه النهائيه اللي بدي اياها. بتيجي السله هيك فيها قسم هذا والقسم اللي ورا، فراح احط الاناني التنظيف وبتكون هيك مخفيه وشكلها حلو مش مبينة. وبعدين جبت هدول سلتين الغسيل نفس اللون، كلهم هيك لون كريمي ورصاصي. هاي سلة منهم وإيديهم هيك جلد حلوين كتير. وجبت العلاقة هاي لغرفة الغسيل، هاي العلاقة على فكرة من راس مش من والمارت، جبت هاي العلاقة. سلة الغسيل هاي جبت منها تنتين، هاي واحدة وهاي واحدة تانية. وسلات الغسيل هدول جبتهم من الدولار ستور ب$5 الوحدة، كتير رخاص وكبار وبيوسعوا الغسيل. وكمان من الدولار ستور جبت هاي السلات، كتير أعجبتني، حلوة كتير كتير كتير. جبت هذا الشكل وجبت هذا الشكل، فأنا فكرتي يعني وبقولكم يمكن أغيرها، فكرتي انه احط العلاقة هاي على الحيط واحط السلات هاي اعلقهم فيها مثل هيك، وفي السلات هاي احط من الزريعة اللي بتنزل هاي هيك. استنوا يعني بدي هذا الشكل يكون على الحيط، العلاقة ونازل منها سلات. وإذا لقيت لي كمان بتعرفوا الشنط هاي اللي معمولة من الخيش اللي زي القديمة اللي بشوفوهم هيك في الريف الفرنسي هيك بشيلوا الشنطة هيك اللي معمولة من الخيش أو معمولة من الحصير هيك وبحطوا فيها باقة ورد طالعة، فكمان يعني أنا رح أدور على إشي مثل هيك كمان لغرفة الغسيل. فا إيش بدي أعلق كمان على الحيط؟ لوحات، أشياء مش عارفة لسه، بس بدي أضلني مركزة في الريف الفرنسي عشان وأغير الإضاءة اللي فوق، أخليها إضاءة هيك daylight حلوة بيضة يعني هيك فريش لغرفة الغسيل. فادعوا لي أخلص مشروع اليوم، وإن شاء الله بس أخلصه بفرجيكم بالضبط إيش عملت والأشياء كلها اللي حطيتها وكيف شكل غرفة الغسيل الشكل النهائي إلها. إذا حابين الفكرة روحوا على والمارت، الأغراض بعدها موجودة. وصدقوني يا بنات والله والله أنا مش سبونسرد، مش لو سبونسرد ممنوع أصلا أحكي لكم الكلام هذا من غير ما أقولكم أنه أنا سبونسرد. أنا مش سبونسرد، أنا بحب زي شفت إشي بحب قبل لا يخلص أقولكم عليه عشان تروحوا تلحقوا تجيبوا منه، لأنه بيجنن عن جد، كتير حلو لغرفة الغسيل. ف
خلص انا راح اروح ابلش هلا ترتيب وتظبيط وتنظيف، وان شاء الله يعني كم من يوم هيك وافرجيكم اياها كيف صار شكلها. يلا الله معكم، انا حنان ثابت، بتمنى لكم دائما وابدا احلى الاوقات.